ينفع اتكلم حاجه بمناسبه السيتي او جوارديولا دلوقتي؟ جوارديولا بجد كان ناقصه هي في البازل، كان ناقصه هالاند عشان ياخد تشامبيونز ليج. جوارديولا طول عمره عنده مشكله مع اللعيب رقم 9، ايتو، ابرا، اجويرو، ما بيحب، هو دايما عنيد، انا عايز العب بمهاجم واحد بالظبط. ولو ركزت كده في اخر 4 سنين من سنه 2019 ل 2022 يا كريم، هتلاقي 2019 الهداف 15 جون، اللي بعده 13 12 11 9، كله بيجيب جوان. 2020 نفس الريشيو. صح برافو عليك. السنه دي هالاند 15 اللي بعده 6. فقال لك ده اللعيب اللي بيجيب 30 بلس جول في السيزون، هو كان ناقصه دي. صح. اللعيب اللي كله يخدم عليه. برافو عليك. خدها مني، هالاند مش هيكمل في مانشستر سيتي. هيروح فين؟ برشلونه مدريد بقى. هقول لك ليه. ابوه قال كده برضه بيلمح. بعيدا عن كل اربع سنين هيروح يلعب في دوري جوارديولا، لما اللعيب يبقى هو اللي ظاهر، واما ابقى انا قاعد في بريس كونفرنس او مؤتمر صحفي والناس كلها، هالاند عمل ايه؟ هو هالاند النهارده جاب هاتريك؟ هالاند النهارده حتى جوارديولا بدا يتضايق. طب ما اتضايقش ليه لما كان ميسي بيتقال عليه؟ لا ميسي يعني ميسي معلش، ما انا يعني بيب جوارديولا وهو في برشلونه كان ميسي اهم من بيب جوارديولا طبعا. من بعد ميسي وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ما كانش فيه النجم الواو، حتى زلاتان ابراهيموفيتش عشان لعيب كلامه كتير، الاعلام بيتكلم عليه، واخد مني واخد من، هو بيقول التيم، انا بضرب مانشستر سيتي كتيم مش بضرب هالاند، حتى قالها في مؤتمر صحفي، قال يا جماعه انا بضرب مانشستر سيتي، انا بضرب الفرقه، هالاند ما بيروحش يجيب الاجوان لوحده، هالاند في منظومه قبليه، وبدا يتضايق من موضوع هالاند وهالاند موسم او اتنين والموضوع هيبقى بالنسبه له زياده، وهالاند هيروح. انا عشان الوقت بيخلص مني وانا ببقى مصمم العب